حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم ونحن. نعم أجمل مع لحظات التبتل، مع لحظات رفع الأيدي والطلب والدعاء. إنه قرار نريد أن نتخذه، قرار الدعاء. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل، صياما دعاء صلاة. اللهم يا من رفعت السماء بغير عمد نراها، اللهم يا من بسطت الأرض، اللهم يا من نصبت الجبال، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قالوا عن حقيقة الدعاء أنه إظهار الافتقار إلى الله. هذا هو الأصل، أن نكون دوما وأبدا مفتقرين لله، فكل ثانية تمر علينا نحن في حاجة لله. النفس هذا اللي يتردد في صدورنا من الله، والدماء التي تجري في عروقنا من يجريها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك مهما بلغنا ماديا ماليا جسديا، نحن في أمس الحاجة لله سبحانه وتعالى. أبو حسين، سبحان الله، الإنسان إذا دعا الله افتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والافتقار كما قال أحد السلف هو لب العبودية. الافتقار إلى الله، لما الإنسان يتضرع إلى الله ويدعو الله عز وجل، هو افتقر إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. تلاحظ من الأدعية اللي نكررها صباحا ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله، كل حياتي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني رمش ولا أقل من ذلك. ثواني، ها، والله إحنا في حاجة أن نفتقر لله سبحانه وتعالى. وكل ما افتقر الإنسان لله كلما رفعه الله عز وجل. أمس صلينا الظهر أنا والشيخ منصور في مسجد، بعد ما انتهينا من الصلاة كان في إنسان من عامة الناس ما يعرف أحد، بعد الصلاة بدأ يرفع يده إلى السماء ويدعي ويبكي ويدعي ويبكي. والله إني تأثرت من دعاه ومن حاله. الله. والشيخ منصور كان ينظر، فقال لي: يا نايف، الله يبغى منا كذا، الله يبغانا نتذلل بين يديه، ننكسر، ننطرح، نرفع، أكف الذراع إليه، نتذلله. العبودية أصلا ليه؟ هي الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر، الافتقار والانكسار والتذلل، يخرج في الدعاء. ولله الأسماء حسنى فادعوه بها. هل الآن نحن نستغل ونبادر بمثلا ساعية لما قرأت الآية: والله الغني وأنتم الفقراء؟ يعني الآن ممكن إذا الله أنت يعني بغيت من الله عز وجل أن يغنيك بشيء تقول: يا غني يا غني. ها، سبحان الله، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أربنا قريب منا فنناجيه أم بعيد منا فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والإجابة فورية. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني لي. أمرنا بأن ندعوه استجب. استجب من أجل أن استجيب لك. الله أمرك بالدعاء من أجل أن أستجيب لك. لذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: والله لا أحمل هم الإجابة. أنا ماني شايل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. بس في ناس يقولون حنا ندعو الله عز وجل ما يستجيب لنا. أنا بسألك سؤال يا أبو حسين وبسأل اللي يقولوا مثل هذا الكلام: من أشرف من خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سجد أمام الكعبة قبل الهجرة، فجاء أشقى القوم من كفار قريش ووضع سل الجزور بقايا الناقة على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فجاءت ابنته فاطمة طفلة صغيرة تزيل الأذى عن ظهر أبيها وتبكي. بعد ما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته وكفار قريش حوالين الكعبة يضحكون ويسخرون، قال: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن إيش سوى؟ دعا. يقول راوي الحديث: ولقد رأيتم هؤلاء اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صرع يوم بدر. كل اللي دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم شفتهم موتى في غزوة بدر. كم بين دعوة الرسول وغزوة بدر؟ 10 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دعوة الله استجابها له بعد 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ يقول: دعوت 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 ولم يستجاب لي. أنت لما تقول يا رب في المساء، وتقول يا رب في سجودك، وتقول يا رب بين الدعاء والإقامة، وتلح تلح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين. الله يحب اللي يلح في الدعاء. الحين أقول اللي لما يجيك واحد بحاجة سبحان الله ويقول لك: يا شيخ منصور يعني نبي منك شغلة، تقول له: حاضر بس عطني فرصة، ويكرر عليك ويكرر، انت بعدين تضايق سبحان الله صح؟ تضايق وتتقروش. يا اخي ازعجنا كل شوي مكلمني كل شوي مكلمني. ولله المثل الاعلى. الله كل ما تساله وكل ما تلح عليه كل ما ازداد حبه لك. الله سبحان الله. موسى عليه السلام يدعو، والذي يؤمن اخوه هارون. يعني انظر من الذي يدعو؟ نبي. نبي من انبياء الله. ومن الذي يؤمن؟ يؤمن نبي. يؤمن نبي من انبياء الله. ما هو الدعاء؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. زين الآن فالإجابة أتت من الله سبحانه وتعالى بعد 40 سنة. الله. بعد 40 سنة استجاب الله سبحانه وتعالى لموسى فأهلك فرعون بالغرق. باقي لنا دقيقة وعلى قضية أن الآن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل حتما مستفيد صح؟ أول شيء يستجيب الله له في الدنيا. الثانية يكون قد قدر الله عليه قدر فيدفع هذا القدر بالدعاء. والثالثة يأتي يوم القيامة فيجد حسنات أمثال الجبال فيقول: يا رب من فين لهذه؟ فيقال له: هذه دعوات دعوت بها في الدنيا ولم تستجب لك فادخرناها ليوم القيامة. فيتمنى في ذلك الموطن أن كل دعوة دعوة بها في الدنيا لم يستجيبها الله عز وجل. ومواطن الدعاء أين تستجاب؟ مواطن الدعاء تكون بين الأذان والإقامة، في السحر عندما ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ وكذلك في السجود أقرب ما يكون العبد بينه وبين الله وهو ساجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثر الدعاء فإنه أحرى أن يستجاب لك. الله أكبر. للصائم
دعوة لا ترد. الله, الله أكبر. إذن لنتخذ قرار أعزائي المشاهدين بأن نستثمر هذه اللحظات بالدعاء لتكون حياتنا مع الله أجمل. إلهنا وخالقنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ندعوه يا رب العالمين اللهم علق قلوبنا بك يا رب العالمين اللهم علق قلوبنا بسنة نبيك يا رب العالمين واجعلنا من المهتدين في هذه الدنيا يا رب العالمين نتوب نذوب استياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان حياتي مع الله أجمل حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة